بالخير واليمن والبركات، ونحن في أحسن حال، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أحسن حال، وأن نفرج كرب إخواننا في سوريا وفي مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل البقاع، وعلى وأين وجد المسلمون، إنه على كل شيء قدير. إخواني، بس نذكركم لمن نسي أن يدفع زكاة الفطر، صندوق زكاة الفطر مع أخونا إيهاب، يعني لمن نسي أن يدفع زكاة الفطر فيجب إخراجها قبل الصلاة. الأمر الآخر أن الشيخ علاء السيد إن شاء الله وصل وفي طريقه، دقائق ونبدأ الصلاة، عذرا للتأخير. الشيخ الحمد لله وصل، دقائق كنا معنا، جزاكم الله خير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله